وهذا يقول حفظك الله، يقول ما حكم الحلف وهو كاذب؟ كأن يتصل شخص على البيت ويقول لي الوالد قل له إنني غير موجود، فهل يجوز لي أن أكذب وأن أحلف على ذلك؟ قل غير موجود، قل اللي قالك الوالد، ولا تحلف، لا يجوز لك تحلف كاذبا، هذا من الفجور، يمين فاجرة. نعم.